القناة الإخبارية الجديدة صوت الشعب. كد تقارير إنجليزية أن مدافع نادي أرسنال جابرايل سيغيب عن لقاء نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد التشيس يوم السبت المقبل. وتلقى جبرائيل ضربة في ركبته أخرجته من مباراة فريقه أرسنال الأخيرة بالدوري الإنجليزي ضد إيفرتون، ومن المقرر أن يغيب عن الملاعب لنحو 8 أسابيع. تصنيفات الخبر: أرسنال جابرائيل. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر إعجاب واشتراك وشارك ذلك مع أصدقائك. صوت الشعب.